السلام عليكم. في بكرة عنا في عنا بيت للهدد، معرض للهدد بكرة الساعة 4 في مظاهرة ضد الهدد. قالوا نكون واحد للكل والكل لواحد. اخواننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متواجدين الان في خيمة الاعتصام في بيت الهويلي، هذا احد البيوت المعرضة للهدم في الليل. هناك اشاعات بتقول انه في 40 بيت معرضين للهدم في الليل. انا بقول انه هناك مئات البيوت، انا بقول هناك الاف البيوت اللي راح تنهدم بالليل اذا احنا ما وقفنا مع بعض. اخواننا المطلوب الكل يجي يتواجد معنا في خيمة الاعتصام المفتوحة يوميا من الصباح الى منتصف الليل. الكل يجي عندنا بكره ان شاء الله على الساعه 4 وقفه في دوار قناة افيف جنب بجانب دار ابو صيام وابو سرحان. الكل يجي، اذا احنا ما وقفنا كلنا ايد واحده زي ما لازم، بيوتنا كلنا معرضه للهدم. اليوم دارك بكره جارك، وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الساعه 4 غدا الاحد على 4 مساء في دوار قناة افيف بجانب ابو صيام وابو سرحان، نراكم هناك. الكل يجيب كمامته معاه ويحافظ على التباعد. السلام عليكم.